أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة قصة قصيرة. النهاردة هنتكلم عن موسوليني، بس قبل ما نبدأ ما تنساش يشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ. اتولد بنيتو موسوليني في 29 يوليو سنة 1883 في قرية صغيرة في شمال إيطاليا من أسرة فقيرة. أبوه كان عامل حدادة غير متدين، وأمه كانت معلمة في المدرسة الكاثوليكية. وكان موسوليني طفل شقي جدا لدرجة أنه اتطرد من المدرسة لأنه كان بيضرب زمايله، وألحقته أمه بمدرسة داخلية استمر فيها لغاية ما أصبح عمره 19 سنة. وبعدها قرر يهاجر لسويسرا عشان يهرب من الخدمة العسكرية اللي كانت مفروضة للإيطاليين بشكل إجباري في الوقت ده، وعاش حياة التشرد في سويسرا وتم القبض عليه، وما كانش معاه غير جواز سفره وشهادة تخرجه من المدرسة الداخلية. وبعد كده خرج من السجن واشتغل مدرس في إحدى المدارس اللي موجودة هناك، وبعد كده تم طرده من المدرسة ديت عشان كان على علاقة غير شرعية مع إحدى المعلمات. وكان بيشارك رأيه في الحياة السياسية هناك، وكان بيراسل المجلات والصحف عشان ينشر مقالات تدعو للإلحاد. وبعد كده تم ترحيله لإيطاليا عشان يتحاكم بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية. وبعدها بمدة صدر قرار بالعفو عنه هو ومجموعة هاربين تانيين. اشتغل بعدها موظف إداري في الحزب الاشتراكي. في سنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى، والتحق موسوليني في الجيش عشان يحارب مع ألمانيا. ولما خلصت الحرب سنة 1918 عانى الطليان من الفقر وغلاء الأسعار، والجنود العائدين من الحرب أصبحوا مشردين وكثرت المظاهرات في إيطاليا. وأسس موسوليني الحزب الفاشي، وفي سنة 1922 ألقى موسوليني خطبة للفاشيين، وكان بيحرضهم على استخدام العنف ضد الحكومة عشان تتنازل لهم عن السلطة وتوجهه لروما العاصمة عشان يجبروا الحكومة يتنازلوا عن السلطة. وفي 31 أكتوبر سنة 1922 أصبح موسوليني رئيس للوزراء، وكان أصغر رئيس وزراء في تاريخ إيطاليا، وكان عنده 39 سنة. ولأن كان موسوليني ملحد أمر بإغلاق جميع الكنائس الموجودة، وكان هتلر هو كان صديقه المقرب وكان ماشي على سياسات هتلر، وأمر موسوليني بناء تماثيل ليه وارتكب أبشع الجرائم للمعارضين الطليان، وقتل أكتر من 500,000 ليبي على مدار 4 سنين. وفي سنة 1939 أنشأ تحالف مع هتلر سموه التحالف الفولاذي. فخرجت المظاهرات بقى في سنة 1942 ضد موسوليني، فأرسل هتلر قوات من الجيش الألماني للسيطرة على المظاهرات، لغاية ما قرر ملك إيطاليا فيكتور إيمانويل الثالث بعزل موسوليني عن منصبه. وبعدها بسنتين عرف موسوليني إن ألمانيا بتتفاوض للاستسلام بعد دخول الجيش السوفيتي لألمانيا، فقرر إنه يهرب هو وعشيقته كلارا بيتاتشي لسويسرا، لأن فيها قانون بيمنع تسليم مجرمين الحرب، ولبس لبس الجيش الألماني عشان محدش يتعرف عليه. لكن في مجموعة من المتمردين اتعرفوا عليه فقتلوه بالرصاص هو وعشيقته، ونكلوا بجثثهم يوم كامل وعلقوها. ودي كانت نهاية الدكتاتور المريض، من أول نشأته في قرية فقيرة لنهايته على إيد شعبه. كده خلصت حلقتنا النهاردة، وألقاكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.